الشرف المصري نادي الدولين للأكاديمية القطاع الوطني. اللقاء ديال 17 يناير 2023 هو لقاء تواصلي مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات العاملة في مجال التندرس على مستوى إقليم بزان وإقليم طنجة وفخصنجة وأيضا إقليم علاش. تم استدعاء مجموعة رؤساء العاملين بهذه المؤسسات من أجل الوقوف على مجموعة من الإشكاليات التي تعرقل أحيانا السير ديال المؤسسات ومن أجل البحث عن شركاء جدد على أساس أن هناك مجموعة من الشركاء يواجه تدخلهم في سير هذه المؤسسات وأيضا طرح مجموعة الإشكاليات التي تعيق أحيانا تدبير هذه المؤسسات. الملف الأول هو ملف مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما طلعنا من خلال الإحصائيات أن هناك 112 مؤسسة منتشرة على مستوى هذه الثلاث أقاليم، يعني يأوون أزيد من 6000 طفل من الأبناء ديالنا اللي هما الواجب ديالنا داخل هذه المؤسسات، دعمهم في المجال الدراسي وتشجيعهم من أجل الذهاب إلى أعلى مستوى في المجال الدراسي ديالهم، ولكن أيضا في المجال التربوي الذي يبقى مكونا أساسيا في هذه المؤسسات. بالنسبة للجزء الثاني من هذا التمرين هو خاص بجمعيات دعم التندرس. برنامج دعم التندرس كما تعلمون هو برنامج يقدم صندوق التماسك الاجتماعي اللي هو كيعمل على أساس توفير مجموعة من الخدمات للأطفال في وضعية إعاقة من أجل إدماجهم داخل المؤسسات التعليمية. من هذه الجمعيات تعمل على خلق مراكز من أجل احتضان هؤلاء الأطفال وتوفير وتمكينهم من الخدمات الأساسية اللي هي تقويم النطق والتقويم النفسي الحركي وأيضا التسوق النفسي، من أجل إعطائهم مجموعة من المهارات التي تؤهلهم من أجل الاندماج الطبيعي داخل المؤسسات التعليمية. كما تعلمون يعني هذا المستوى ديال العمل إذا كنا كنشوفوا أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الانتشار ديالها أكثر في العالم القروي نظرا للوعي ديال الدولة بأن كان هناك هدر مدرسي خاصة في المستوى ديال الفتيات القرويات، وتحل هذا المشكل الحمد لله. يعني أصبحت يعني النسبة ديال التمدرس لدى الفتيات القرويات يعني نسبة 90%، كيبقى أن هاد الأطفال وهاد الدعم التمدرس هي تقول بأنها مشاريع متعلقة بالمجال الحضري أكثر نظرا لانتشار هذه الجمعيات التي تعمل في هذه المجال على مستوى الحضري. بالنسبة للعرائش هناك جمعية تعمل على مستوى مدينة القصر الكبير وأيضا على مستوى العرائش، ولكن للأسف على المستوى القروي ليست هناك أي تغطية باستثناء إدماج بعض الأطفال الذين تسمح حالتهم بإدماجهم في أقسام الدمج الدراسي للمؤسسات التعليمية خارج الاستفادة من الخدمات التكميلية التي تؤهلهم من أجل الاندماج الطبيعي داخل الأوساط الأسرية والأوساط المدرسية. التعاون الوطني بالشراكة مع المديرية الإقليمية للتعليم وأيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية النداء للمساعدة الاجتماعية حاليا كيخوضوا واحد الدراسة ميدانية مجموع 17 جماعة قروية على أساس تحديد هاد الأطفال وتشخيص ديال الحالات ديالهم، ومن بعد ذلك اقتراح مجموعة من المشاريع التي ستمكننا من توصيل هذه الخدمات للأطفال في المجال القروي. لأن فعلا الوضع يدير. شكرا.